أقعد بالغرفة وأبكي؟ لا رح أبكي ولا رح وجع راسي. أخذت قراري، رح ضيق عليك عيشتك. ضيقي؟ أنا أبلان بهالشي. سلطان، بدنا ناكل على نفس الطاولة؟ بدك تخليني اتحمل هالشي كمان؟ شو بكي عم تطلعي فيني هيك؟ برأيي ما لازم تتحمل. قولي لزوجك خلي يتركني. لأني لما بقله ما عم يفهم. بنتي نارين، هلأ خلينا نتعشى وبعدين بتحكوا بهالأمور بلا ما ننزع عشانا. لا شو هالحكي، اللي بفهموا أني نزعت عشاكن ما؟ لكن معناتها خليني ارجع على الغرفة اللي حبسني فيها ابنك واكل اكلي هنيك، وانتو تعشوا هون على راحتكم بلا ما حدا يزعجكم، ما هيك؟ لا ما حذرتوا يا حفيظة خانو. يا اما بتقولي لابنك خليه يتركني روح على بيتي، او انتو مضطرين تتحملوا وجودي بيناتكم. ماشي. منتحمل. كيف؟ منتحمل. يعني قصده يقول بدك اتركك ولك ما بتركك.